السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة مزارع المغرب، مرحبا بكم دائما كاين الجديد مع قناة مزارع المغرب. كما وعدناكم أقفاص ديال السمان، كما وعدناكم الإخوة الكرام، هادو قفص ديال السمان غادي يمشي دابا لمدينة الرباط. الله يوفق المولى والله يسخر ليه. كما كتلاحظوا معنا هذا هو القفص ديالنا، نيت هذا كيهز 4 ديال الطبقات. هذا البيبة ديالو كما العادة، قفز ممتاز ذات جودة عادية، غارانتي ديال عام. البيبة كتسد، المجوار ديالو كيهز كيلو ونص حتى الكيلو 700، كيلصق من هنايا. الشرابات ولينا كنعطيو الشرابات ديالو البنانة، مبقيناش كنعطيو دوك لي بيب. الانستالاسيون ديال الماء جودة عالية، الرجلين ديالو هذا ما كانوا الثمن ديالهم تيبقى ب 1300 درهم. هذا هو الثمن، هادو الهراقات او الطاوات كما تيقولوا الاخوان، هذا القزاده ديال الوسخ. كما كتلاحظوا معنا هما هادو كيكونوا 4، الرجلين ديالو خليكم معنا. فيما يخص الرجلين هما هادو، اسمح لي اخي محمد اسمح لي، فيما يخص الرجلين هما هادو، هما هادو الرجلين ديالو كيف الطول ديالو، في لاوتور ديالو 1.70 متر. القفز ديالنا الاخوان هو هذا كما قلنا لكم، 4 ديال الشباكير، 4 ديال المجوارات، 4 ديال اللاطات، كيبقى بثمن جد مناسب اللي هو 1300 درهم مع ارسالية للمغرب كامل، جميع المدن المملكة. حاجة واحدة اللي خصكم تعرفوها الاخوان، فالنقل تيبقى دائما على المشتري ماشي على البائع. حنا اللي نقدو نديرو معكم واللي مزيان هو اننا كنوصل لكم المحطة الطرقية او شركة الارساليات، هادشي اللي كاين. من المحل عندنا لشركة الارساليات على حسابنا، اولا من المحل المحطة الطرقية على حسابنا. حاجة اخرى كيبقى عليكم نتومايا، يعني الترونسبور باش غادي ديبلاسيوه في الكارو هذا، حيت مجموعة الناس كيتواصلوا معنا تيقولنا لا خصك الترونسبور على حسابكم. لا، الترونسبور دائما مصاريف الشحن تيبقى على المشتري، الكاش ديالنا هو هذا. هذا حاليا دابا غادي يمشي لمدينة الرباط، غادي نصور لكم الكارو، نصور لكم كما العادة دائما الجديد مزارع المغرب. لانستالاسيون ديال الماء انا غنوري لكم دابا نيت ان شاء الله. فيما يخص الشرابات دابا ولينا كنعطيو البنانة، مبقيناش كنعطيو دوك لي بيب. البنانة راه غاليين على التعريف كما كتعرفوا، التيو ديال الماء ديالهم هو هذا، تيو الماء والبرميل الماء كما العاده هو هذا. هذا هو البرميل ديال الماء اللي كنعطيو، هذا هما الشرابات حاليا اللي كنعطيو مع قفوزه ديال السمان. فيما يخص القفوزه ديال السمان مد الارانب كنعطيو دوك لي بيب. هذا مكان، وكاين عندنا هادو كروات، هادو كروات. ها هو هذا مكان، والله يوفق الجميع. ولا بغى شي اخ شي حاجه فمرحبا. غير الاشاره الاخوان، بزاف الناس كيتصلوا بنا كيتصلوا بنا هو مزروب باغي يقفز بالزربه. لا، الطريقة ديال التعامل معنا كما كنتعاملوا مع جميع المغاربة فيما كانوا، كتصيفط لنا افونس، كتسنى واحد ديجور عاد كتوصل بالقفز ديالك، يعني كتعطينا واحد العربون، واحد 10 ايام تقريبا عاد كتوصل بالقفز ديالك. هكاك 10 ايام حتى 15 يوم، يعني عاد تيكونوا عندنا لي كوموند والخدمة راك كتعرفوا ان هادي راه غير صنعة، انا راه ماشي عندنا محطوطين. هذا مكان والله يوفق الجميع، وما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وسمحوا لنا على الغياب، و الله يعاونكم، دمتم في رعاية الله. يلا سير، الكاسك ديالي بقى تبقى.